هلو هاي حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. قبل ما نبلش الفيديو حابب اقول رمضان كريم على كل واحد فيكم. ان شاء الله ايامكم هلا تكون كثير حلوه وسعيده وفرحانين شو بيقولوا. انا ابدا ما لي شطره بالشغلات على فكره. كيف رمضان معكم؟ انا بصراحه مبسوط، حكيت معكم هالشي من قبل واللي هو انه مرضي وانه دايما بنزل اختي ودايما بدوخ وانا كتير ضعيفة، سو لازم اكل لانه اذا ما باكل بصير بمرض، يعني بصير معي مرض يلي بسموهن انوركسيا. انا هالشي ابدا ما بدي اياه، سو لازم انا عندي برنامج لازم اكل عليه اتبعه يعني. ويا كل واحد هالشي بينه وبين ربه، سو ما بحب انه حدا يتدخل او انا اتدخل بصيام غيري، سو لا. فبهالفيديو مثل ما قلت بالعنوان انا حاعمل مثل تغيير بالميك اب، واللي هو من ميك اب عادي لميك اب رمضاني. والشيء اللي قصدي فيه هو مثلا اذا بتطلعوا انت والعائله، اذا حتفطروا برا، اذا بدكم تسحروا برا، سو فيكم تغيروا من الميك اب اللي كنتوا حاطينه بالمدرسه او بيوم عادي وهيك 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 لحتى تعملوا له تاتش اب و تعملوا مميز اكثر. سو هلا حغير مكياجي من هاد، حزبت كمان شعري بعدين. انا مكياجي كتير سمبل، حتى كونسيلر والكونتور شوي ومسكنة. فهلا قبل ما بلش حطوا لايك كمان، اشتركوا بالقناة بس تضغطوا على الجرس لانه هلا برمضان حنزل فيديوهات كتير، ويا ما تفوتوا ولا فيديو. ويا هلا خلينا نبلش بالفيديو. اول شيء رح اعمله ما رح اسطع البيس كتير، هو انه بس ارجع كل شيء. اول شيء حشوف اذا عندي مثلا هون بتعرفوا وسخ عند العين، مسكنة تحت العيون، حشيله كل هاللون. سو انا ما عندي مراي، سو بدي طلع يا هون يا هون، بس هاي المراية بعيدة. المهم هاخذ هاي بودرة عادية وهاي وحطها تحت عيني هيك. المهم بعد ما حطيت بودرة، انا ما في مالي مزيتة او شيء لانه انا بشرتي كتير 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 جافة. في عالم بياخدوا مثل الفلتر تبع القهوة اللي بيعملوا فيه قهوة بالماكينة وبس بيطبطبوه على الوجه لحتى يشيل الزيوت، بس انا ما بعمل هالشي. بس جربت لانه كانت من فترة عندي بشرة دهنية وهلا راحت، ما بعرف كيف. حعملكن عينيتي بالبشرة بفيديو حيجي، سو استنوا. المنتجات يا الله، يعني واو هالمنتجات ما بتركن ابدا ابدا ابدا. نحن تلاتقين ونالين وصدرة وحتى ماما بلشت فيهن، وعن جد عن جد شايفين الفرق بشكل فظيع. سو هلا بعد ما اخذنا الباودر بدنا نبين تحديد الفيس واللي هو الكونتور. هناخده حنكتره اكتر لحتى يبين بابن. انا دايما عندي هالحركة بعمل هيك يا بابا. سمعنا كمان انه في مسلسلات كتير طالعين هالسلة، وفي واحد 5.5 اسمه شايف على الانستغرام كتير ناشرينه وعاملين كتير شغلات. في كمان مسلسلات غير اكيد، بس انا ما عم بتابع ولا واحد منهم لانه عندي كتير 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 ستريس بالمدرسة. عندي كتير شغلات لازم اعملها بس ما عم اعملها، يعني انا كلها عم بعمل يلا بكرة وهذا الشيء كتير 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 بس بنزعج لما بحكي عن الموضوع، وخاصة بالفيديوهات لما كنت ما نزل كتير. ولهلا عندي كمان فترات يعني ما عم اقول انه هلا حنزل يوم اي يوم، لا 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 لا، لانه انا بعرف انه انا بحكي وبكون بدي كتير بدي انه انشر واعمل وهاي، بس بعدين بصير شغلات بروح على المدرسة بتذكر الهاي بعمل هيك في كتير مشاكل. وفي عالم يعني بفكروني انه خلاص بلشت يلا ما عاد بدك، لا 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 لا، بس لا القصة مو هيك. قصة كمان انه في مدرستي وما بدي اعمل فوكس على شيء واترك الشيء الثاني، لانه اذا انا خلص اعمل فوكس على اليوتيوب ما حدرس. وهلا هذا عم حاول بقدر المستطاع، بس والله يعني سويت هيك بتعمل الواحد والله. يعني هلا تخيلوني انا بلندن بدبي بشغل باسبانيا بدرس هنيك وبعمل، كنتوا شفتوني كل يوم على اليوتيوب كل يوم ودراستي ولا اروع منها. انا نسيت شو بحط، شو تقلكم يا الله، شفتوا. المهم ححط هلا البلاش، حكتر شوي، انا كتير كتير بحب البراش براش يا الله. بعد ما حطيت البلاش حاعمل تحديد للكونتور.
أنا كثير عندي وظائف وهلا عندي امتحانات. صدقوني كل اللي بيعملوا يوتيوب هيك، يعني بفرجوا انه اللايف اللي لهم كتير بيرفكت وبيسافروا كل يوم بمطاعم وكل يوم وكل يوم وكل يوم. صدقوني بس يكبسوا على التريك الكاميرا بتغير، مو بتغير انه بطريقتهم، يعني ما بقول انه هنن فيك باتجاهكم، بس عم احكي انه في كتير مشاكل بحياتهم بس ما فرج، انه دائما لازم يكونوا مبسوطين، دائما لازم الفيديو يكون هيك هيك هيك، دائما لازم يكون مرتب، لازم يكون الايديتنج بيرفكت، لازم كل شيء يكون بيرفكت، بس حياتهم مو هيك يعني. وانا ونارين وسدرة اكثر شيء، سدرة يعني سدرة هلا بالتاسع، فكتير صار ضغط على سدرة بالتاسع خاصه انه هاي السنه كلها وما قدرت تكمل، وهلا كل ما نحكي مع موضوع اليوتيوب بتقول ما تفتحوا الموضوع، يعني كتير بيزعج. سو اذا مثل ما ممكن حاسين انه ما بنحكي ابدا مع سدرة، ما بنيجي نضغط عليها انه كملي باليوتيوب، لا لا بالعكس بنعيف على راحتها. وبالاخير قصة اليوتيوب هي مثل هواية، شيء بتحبيه، اذا ما بتحبي اليوتيوب ما تكملي. تعبت، نسيت موضوع الفيديو كله عن شو اعمل، ما بعرف كيف فتت على هالسيرة. اعمل الحواجبي، سو هيك خلينا نروح على الاي شادو. بمناسبة رمضان، انا كل ما اسمع رمضان هيك بس الشيء اللي بيخطر على بالي فورا هو اللون الاصفر، البرتقاني، الاسود، هاد لون الالوان النارية، نارية الخنفشارية، هاد لون الالوان بيخطر على بالي. اول شيء حنبلش بهاد، امزح معك ممكن ايدن، بيجي على لون البيتش هيك شيء، حنحطه هون. هلا حناخد هاد، سو بعد ما حطينا الاي شادو ححط واحد كاشف واللي هو ديسرت ساند. بعد ما خلصنا الاي شادو هاخد الاي لاش كيرل او شو اسمه، هي تبرم هي سو بعد ما خلصنا الاي شادو وكترنا من الكونتور، هلا حنتقل على الشفايف. والشفايف انا عندي كتير مقشبين، صارين كتير 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 ناشفين، سو حاخد بشكير وحروح حطه بمي، حبلش افرك شفايفي. وهي طريقه لحتى، هي كمان طريقه لحتى تعملي سكراب لشفايفك، كتير طلعوا هيك ملمس شو حلو. هلو، شايفين شو زهريين صاروا؟ بس ما حنعيفهم زهريين، حنغير اللون اكيد. سو الشي اللي حنعمله هو الليب كونتور. أعرف أنا إنسانة أبدا ما بتعرف تعمل الليب كونتور. بعد ما عملت الكونتور هأخذ هاي، ما بحب أنا غمق اللون، هأخذ هاي. خلصنا من اللبس وهلا حنروح نمسح. فيكم كمان تزيدوا الميك اب، اللي هو انه تكتروا هايلايت لحتى تبينوه، تحطوا ايلاينر، تكتروا الاي شادو، حسب كل واحد وكيف هو
روتينه للميك اب. هعمل شوي تاتش للشعر، سو حط قوس هيك، هرجع شعري لورا، ححطه وحقشط كل شيء لورا هيك. سنة حاعي في الفرقة، هجيبه شوي، هنزل خصلة هيك، هرجع شعري هاد، وحجيب شعري هاد، ويا هيك بنكون خلصنا كل اللوك. هلا فيكم تطلعوا وتعملوا شو ما بدكم. اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو وكمان حبيتوا اللوك. اذا حبيتوا حطوا لايك، كمان ما تنسوا تشتركوا بالقناة، وكمان مثل ما حكيت فعلوا الجرس لحتى ما تروحوا اي فيديو عليكم. ويا هلا بدي اقول انا بحبكم كتير كتير كتير. باي.